شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة وبعض قيادات محافظة القاهرة افتتاح مسجد قصر عابدين جامع الفتح الملكي، وذلك بعد تطويره. تطوير المسجد استغرق قرابة 3 سنوات، وذلك بتكلفة تقدر ب 16 مليون جنيه وتحت إشراف وتمويل وزارة الأوقاف. مسجد الفتح الملكي حكاية أثر. قديما شيده عبدين بيك أمير اللواء السلطاني عام 1631 بحي عرف باسمه بمحافظة القاهرة، وامتاز بزخرفية ومعمارية عالية، واستمر المسجد على حالته لسنوات عدة حتى أهمل فجاء الترميم الأول عام 1918 في عهد الملك فؤاد الأول، محتفظا لسنين عديدة بما جاء به من تجديد حتى أهمل مرة أخرى دون ما تجديد. من المقرر في العقول أن انتفاع المرء بالشيء ليس بقيمته المادية فحسب، بل بشدة حاجته إليه، وكلما كان المجتمع محتاجا للمسجد كان السعي لبنائه وإعادة ترميمه وصيانته أعظم خيرا وأجرا. بنحاول إن احنا نرجع كل شيء لأصله بالنسبة للأثار الإسلامية والأثار على مختلف العصور. الحمد لله احنا عندنا أقسام متخصصة في هذا. الجامع بيمتاز إن هو أكبر كتلة من الرخام الخردة، بيمتاز ب 3360 متر كاملة، وعشان كنا نحاكي الأرضية دي يعني ذاكرنا كتير جدا 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 جدا. فعلا كان هو أكبر تحدي إنك أنت تبتدي تشيل الخردة اللي بتتجاوز سنتي في سنتي أو 2 سنتي في 2 سنتي وترجعها على المسطح ده. يأتي التجديد شاملا للمسجد بكافة محتواه بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والآثار ليصبح على أعلى المستويات. الأصل ليست ملكا لأفراد الاعتداء عليها ولا النيل منها، بل يجب الحفاظ عليها سواء كانت آثار ثابتة كالمساجد والكنائس والمعابد وجميع الآثار أم آثار منقولة. في تعاون استثنائي ما بين وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار في ترميم المساجد الأثرية، فإحنا النهاردة بنفتتح مسجد أثري رائع، تحفة معمارية زخرفية تاريخية، حاجة رائعة. مسجد الفتح الملكي بقصر عابدين تحفة العمارة وشاهد على الحضارة، لم يسع لنا أن نقول فيه أكثر ما قيل. وليد هيكل، التلفزيون المصرية.